السلام الله عليكم، اهلا وسهلا بالجميع خاوتي، مرحبا، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. لدينا مواضيع عده نقاط راح نتكلموا فيها، منها اربع لاعبين جدد ان شاء الله مرشحين للالتحاق بالمنتخب الجزائري خلال شهر سبتمبر هذا. نعم، القائمه راح تشهد المنتخب الوطني الجزائري اربع لاعبين، ومنهم اللي تكلمنا عليهم، منهم امين غويري اللي ذكرت التقارير الاعلاميه على ان المهاجم نادي رين امين غويري سيلتحق بالمنتخب الوطني الجزائري بعدما اتم جميع المراحل اللازمه من اجل تغيير جنسيته يا خاوتي الرياضيه. ومن المرتقب ايضا ان يتواجد ياسين عدلي، هو الاخر رفقه المنتخب الوطني الجزائري بعدما عاد الى اجواء المنافسه رفقه فريق اسي ميلان الايطالي، ممكن نشوفه في فريق او نادي اخر. ايضا لدينا لاعب شيفيلد يونايتد الانجليزي اللي هو ياسر العروسي، واللي يعني متمسك بالمنتخب الوطني الجزائري وينتظر دعوه جمال بالماضي له، نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله ايضا في الدوري الانجليزي. فيما يحل يعني الكلام كثر على وسيم قادري، واللي قالوا بلي فيه ربط اتصالات مع الناخب الوطني جمال برمادي، حيث يعني من الممكن ان شاء الله ان يتواجد هو الاخر مع الخضر خلال الفتره المقبله. نعم، هذه بعض الاخبار، خاصه امين غويري شرحي صحيح انه ان شاء الله راح يمثل المنتخب الوطني الجزائري، يعني ان شاء الله حتى ولم يكن عاجلا يكون اجلا، لكن صعبه جدا شرقي لانه محل اهتمام انديه كبيره، ونظره يعني حتى المنتخب الفرنسي راح يحوس عليه. بينما يا خوتي لدينا فيتور، هنا راح نرجع لكم موضوع اخر واللي راح نتكلم فيه بعض العروض، كيف فيتور يرفض عرض من تركيا. كاين نادي تركي يعني كشفت تقارير إعلامية فرنسية تكلمت على أن فيتور طرابزون سبور تركي يريد تعاقد مع الدوري الجزائري فيتور خلال فترة الانتقالات الصيفية، وحسب ذات التقارير فإن ظهير الأيمن الجزائري ونادي باستيا رفض هذه الفكرة إلى الانتقال إلى الدوري التركي، لأنه لولا صغير ثانية ممكن حاب يلعب في الليغ ثم منها إلى الدوري الإنجليزي، ثم تعرفوا أن الدوري التركي غير محبوب يعني لدى الكثير من اللاعبين إلا الذي تنتهي المسيرة تاعو، يعني تنتهي شفنا سفيان في غوري يعني فات على كثير من الأندية باش راح للدوري التركي يا خوتي. المهم اخوتي بدون اطالة عليكم، هذه الاخبار اللي قدرنا يعني نعطوها لكم، وفي نفس الوقت ما نطولوش عليكم. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناة، وتعطونا رايكم ايضا في القناة، واذا عندكم مواضيع اخرى نتمنى تكتبوها لنا في التعليق راح نتكلموا عليها. ودائما رانا تقريبا في الاسبوع نديروا لايف ولا زوج، مرحبا بكم في اللايف، وتعطوا اسئلتكم وتعطوا نعطيكم ان شاء الله الاجوبه الكافيه والشافيه ان شاء الله لكل يعني في كل الدوريات، نتكلم في الدوري المحلي وفي المنتخبات العربيه ككل، المنتخبات الافريقيه وحتى الاوروبيه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نلتقي في فيديو اخر. سلام.